اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. ازيك يا لينا؟ ازيك يا كريس؟ عامل ايه؟ وحشيني جدا. بقولك، انت عارفه احنا هنروح فين الويك اند ده؟ ايه ده، هنروح فين؟ هنروح بقى معسكر في الصيف وهنعمل كامبينج جامد جدا. ايه ده، بتهزر؟ واو، لحقي بسرعه بقى حضري حاجتك عشان تجيبيهم معانا. انا فكر ان انا اجيب البوصله. بص بقى، دي مكتوب فيها ازاي الجنوب والشمال والشرق والغرب. ايه ده، وريني كده. الله، دي فعلا حاجه هنستخدمها، هنحتاجها جامده جدا. البوصله مهمه قوي عشان نعرف الاتجاهات، واحنا هناك طبعا هنكون في الغابه، فمش عارفين ممكن نجيب معانا ايه. وتاني حاجه هجيب معايا السليبنج باج. بص، ده ممكن احنا نستخدمه ان ده كانه سرير نتغطى بقى فيه وننام فيه بالليل. اه، حلو قوي يا لينا، فكره جامده جدا. بابا يجيب معاه بقى بقية الحاجة. كان معاه بقى الجيتار عشان نقعد نعزف عليه بالليل، ومعاه ايه، الخيم كنا نفرشها بقى وننام فيها بالليل. واو، ده شكله هيكون معسكر جامد جدا. الله يا بابا، انا مبسوط اوي ان احنا هنعمل كامبينج اخيرا. واو، فعلا فكرة جامدة جدا. متقلقوش يا ولاد، وكمان بقى انا جبت لكم النار، هنقعد ننورها بالليل وهننام بقى في الخيم الفظيعه دي بقى، في المكان الفظيع ده، وبقى نقعد نطبخ بالليل مارشميلو وهوت دوج ونعمل حاجات فظيعه. الله يا بابا، ده فعلا فكره جامده جدا. واحنا جبنا معانا البوصله، جبنا معانا السليبنج باج، ما تقلقش خالص. طب يلا حطوا حاجاتكم بقى بسرعه عشان نحضرها على نفسكم عشان نقدر ان احنا نتغدى. اوكي بابا، هي ماما فين؟ مش عارف ولا ممكن تدوروا عليها. بص، الخيمه بتاعتنا جامده قوي يا كريس، لونها نبيتي كده وبتتفتح، وممكن نحط سليبنج باجز جوه، ومعانا كمان الدباديب بتاعتنا. فعلا دي فكره جامده قوي يا لينا، انا متحمس قوي بقى. بالليل هننام بقى ونسمع اصوات غريبه. واو، بص، قاعدين بنشوي بقى الهوت دوج والمارشميلو، طعمهم فعلا جامد قوي على النار الفظيعه بتاعتنا. الله، دي جامده قوي. انا مبسوطه قوي ان احنا قاعدين في الغابه بالليل كده ومولعين نار وقاعدين بنشوي الهوت دوج، وبابا كان بيعزف لنا بقى بالجيتار. هو صوته بشع بس مش مشكله، ادينا قاعدين مبسوطين وبنغير جو، ولحسن الدنيا كانت ملل قوي في القاهره. فعلا دي فكره جامده جدا. الله، يلا بقى عشان ننام يا اولاد عشان تصحى بكره. اوكي يا بابا، ما تقلقش، تصبح على خير. كريس، كريس، بقول لك ايه، قوم بسرعه يا كريس، قوم بسرعه. ايه يا لينا، في ايه؟ تعالى اوريك حاجه، في حيوانات عندنا في النور بتاعتنا. بتهزري؟ حيوانات؟ حيوانات ايه؟ تعالى وانا اوريك عشان تصدقني. في تقريبا السنجاب الرخم قوي ده. ايه ده، بتهزري؟ ايه ده، ده مش سنجاب، ده حاجه اسمها راكون، لو انتي عارفاهم. ايه ده، شكلهم جامد جدا. حيوان الراكون الفظيع اللي قاعد عندنا ده، شكله فعلا جامد قوي، وبياكل من المارشميلو والهوت دوج اللي كنا سايبينه امبارح. يا لهوي، طب بسرعه هاتي الكاميرا نصوره ونشوف شكلهم عامل ازاي. ده شكلهم بيضحك قوي. اوكي، هجيب الكاميرا، ما تقلقش. يا لهوي، دي فعلا حاجه جامده جدا. واو، بص، صورتهم، حيوان الراكون عندنا. ايه ده، ومن غير ما نعمل اي مجهودكم عندنا صورتهم، بس هما جريوا اول لما شافوا الفلاش. ايه ده، ده فعلا حاجه تحفه ان حيوان الراكون يكون عندنا. تعالي كده نروح نشوفهم، نكون يكونوا طلعوا هناك، نلاقي مثلا في سنجاب ولا حاجه صغير ولا اي حيوان تاني. اوكي، ايه ده، بصي، ده في نباتات شكلها غريب قوي. تعالي نطلع كده فوق ونشوف في ايه. يا مامي، ده شكلهم فعلا نباتات مشوقة قوي. انا واخدة معايا الكاميرا، ما تقلقش، واخدة حذري وجايبة معايا كل حاجتي. تعالى بقى كده نطلع فوق. ايه ده، ده في نباتات شكلها فيها شوك دي ولا ايه؟ ما تقلقيش، ما تقلقيش، روحي بس تعرفي كده تاخدي صورة من عليها. اوكي، ما تقلقش، هعرف اخد الصورة. تك، يا نهار اسود، ايه ده، الحقني يا
انا اتدلقت يا كريس الحقني يا لينا، ما تخافيش خالص انا هروح اجيب بابا. الشوك بيعضني، مسك في البنطلون مسك في البنطلون، يا بابا يا بابا تعالى الحق لينا بسرعة. وقعت في النباتات ونباتات هتاكلها. نباتات هتاكل لينا؟ ايه الهبل ده، الصبح الواحد لسه صاحي بيشرب النسكافيه. يا بابا تعالى الحقنا، بقول لك نباتات هتاكل لينا، نباتات متوحشه مفترسه مسكتها من البنطلون. البنطلون كل اللي البنطلون، اوعى كده وسع. فينك يا لينا؟ انا جاي عشان انقذك. ايه يا بابا، ايه ده التاكلت دي ولا ايه؟ انا مش لاقي لينا، مفيش غير الكاميرا. لينا التاكلت ولا ايه يا بابا؟ الحقني لحسن تكون لينا التاكلت. طب الحمد لله الكاميرا سليمة. بابا انت بتهزر دلوقتي؟ بقولك مش لاقي لينا. يا ترى هتكون راحت فين؟ يا ترى هتكون راحت فين؟ انا اغمى عليا، انا السبب، انا السبب، انا اللي دخلت لينا جوه، انا متضايقة اوي يا لينا. طب انا من كتر عيب الاطفال عشان نجيب لكم الجزء التاني ونشوف لينا راحت فين. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو عجبكم، بس ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. تعالوا شيروا يا صحابي، باي باي.